رحل الذين نحبهم واستوطن الأغراب وستار أفراح الحياة قد انسدل. رحل الذين نحبهم واستوطن الأغراب وستار أفراح الحياة قد انسدل. زواجك الجنة الحمد لله، هذا الشرف العظيم الحمد لله، نبدو على حسب النية، نية البابا الحمد لله، إن شاء الله أصحاب قلوب بيضاء، مش أصحاب قلوب عقد وكاتب، لا تفرق بين طفل وشاب ومراهق وشيخ ورضيع للأسف، فالحمد لله رب العالمين إنه إحنا مسلمين عندنا أخلاق، كثير من أخلاقنا في رؤيتنا حتى لكل إنسان إنسانية، رؤيتنا في كل العالم الحمد لله وحدة، الحقيقة وحدة اللي هو إنه إسلامنا وحدنا، صار هذا الشرف العظيم لنا الحمد لله. وما وجد